اهلا بكم. ما اسمكم؟ اسم محمد العسري من المغرب. نعم. ماذا انتم تشتغلون؟ ما هي مهنتكم؟ نحن في المطاعم والفندقة، وجئنا اليوم الى هنا الى المعرض العربي التركي لنرى بعض الآلات التي نستعملها في العمل. هل أعجبكم معرض؟ ما رأيكم عن المعرض؟ نعم، المعرض جميل جدا، في كل ما تحتاجه من بعض الأدوات التي نستعملها في العمل. شكرا لكم. شكرا، بارك الله فيك.